مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين قناة شوف تي في، قناة الشعب، قناة الصوت لمن لا صوت له، قناة المظلومين، ودائما في قضية من القضايا. كما كنشوف معنا اليوم من أمام قصر العدالة، وقررنا أننا نتحدثوا على تفاصيل الجريمة البشعة اللي كانت وقعت بالشابة سناء. الشابة سناء اللي تعرضات للقتل من طرف العاشق ديالها، اللي ما كناش كنتحاضروا هذه الاخبار. يعني استراحة ان احنا الجريمة كقناة شوف تي في، قناة الشعب، اننا يعني درنا تحقيق صحفي لهذه الجريمة هذه، وحاولنا اننا نصوروا الكبيرة والصغيرة في الجريمة هذه، ونعرفوا ما اطوار الحقائق فيها وشنو طرا وشنو كان. بذلك مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، كنتمنى كل شيء يستافد، واللي عنده التليفون شادو في يدو كنتمنى يستافد، لان هذه الاخبار غتهم حتى وليداتكم بطبيعة الحال. نبداو على بركة الله. غدا ان شاء الله الاربعاء الجلسة ديال ام الشابة سناء والقاتل اللي قتل الابن ديالها، اللي هو العاشق ديال الابن ديالها. بذلك ان الشابة سناء بزاف الناس كيقولوا لها، كيقول الام ديالها في الكومونتير، لا انت علاش ما درتيش حل من الاول، علاش درتي، علاش درتي، علاش درتي. خاصكم تعرفوا هاد الناس، خاصكم تعرفوا مزيان مزيان ان سناء والعائله ديالها انهم هما كيسكنوا غير دريات في الدار، راه غير دريات في الدار، راه غير امراه والابن ديالها وسناء صافي. يعني ما كاينش معين للاسره، ما كاينش اللي غادي يشدك البنت ويقول لها فين كبيره، مالك، شنو واقع لك، واش تي بخير، واش تي مزيان. يعني ما كاينش نهائيا اللي غادي يقولها لا. ولكن الحاجه اللي تفاجئنا بها هو كان هاد السيد هذا انه كان يوميا كيجي لدار ثناء ويبدا يضرب فيها، ويبدا يعني يجي حدا الدار ويقول لها زيدي، خرجي خرجي عدي، ولا ندير لك، نفعل لك، نشدك، هذه هذه كثير من الكلام وشات كان كيقولهم لهد سناء. هذه سناء بذلك انها كانت كتخاف خوفا من الدار ديالها، ومن انها تجيب صداع للعائله ديالها، انها كانت كتخاف. اش كدير؟ كانت تضطر انها تمشي عنده ويضربها ويشبع فيها معيور، وهي واحد ضحية حب وضحية إغراء ديال الحب. وكما غنقولوا حنايا الإنسان، عفوا، ملي غنقولوا حنا الإنسان يعني ملي كيحب أو ملي كيبغي، كيبغي في خطرة واحدة. لذلك سناء، الشابة سناء، أنها عماها الحب، ولات كتشوف داك الدري هو حياتها، هو كل شيء. سناء قوى عليها القيل والقال، وقواو عليها الضغوطات، وكل نهار كتضرب، كل نهار كيضربها هذا الوحش الادمي. وصل واحد النهار فين حياه سناء غادي تبدل، حياه سناء غادي تبدل راسا على عقب، حياه سناء غادي تولي ظلمه. كما قلت لكم حياه سناء غادي تولي ظلمه، سمحوا لي على الصوت لانني مريض شويه. حياة سناء غادي تولي ظلمة كاملة، بذلك أنه بحسن النية ديالها وديك النية ديالها اللي كانت يعني ماشية بها مع داك الشخص، كانت كتقول هاني ماشي مشكل، هادشي غيفوت، الضرب غيفوت، وغادي ناخدو بعضياتنا وكذا وكذا وكذا. المهم كثير من الكلام كانت تقولو سناء، ولكن كتفاجأ سناء أنه داك الدري جلسها عنده بزز في رمضان كامل، ايام ديال رمضان كامله جلسها عندو، رغم ان سناء ما كانتش يعني باغا انها تجلس، ولكن ما عندها ما غدير، غتقولو علاش، كون جات، كون عيطات. راه شوف سناء ما غيحش بها غير الله سبحانه وتعالى، حيت هو اللي كان معاها، هو اللي كان يعني كيشوف فيها، هو اللي كان في القلب ديالها. لذلك الشابه سناء اختارت انها تضحي براسها مقابل العيش ديال عائلتها، خوفا من انه يجي وينوض لها الصداع وينوض لها كذا وكذا. شابة سناء ان هذاك السيد وقع بيناتهم واحد المشكل لاثار اثر الحمل. سناء فرحات لواحد الدرجه كبيره،
واخا هذاك غلط اه، ولكن انا فرحات لواحد الدرجه كبيره بزاف، لانها قالت هاد الولد من عند السيد اللي كنبغيه. شدات التليفون عيطات، سلام سلام فلان انا حاب. الشاب تصدم، الشاب تصدم واحد الصدمه الكبيره بزاف. قال او كيفاش شنو كاين علاش قالت لي هكا؟ بذلك الشاب كيقول لها اجي عندي بغيتك. هي فرحانه كتصحابو مسكينه غادي يشوف فيها، غادي يعنقها، غادي يحاول يدو معاها، ولكن للاسف 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 ان كانت العكس ديال هذا الكلام ديالو، العكس ديال هذا الكلام اللي قال لسناء، انه من بعد ما استدرجها للبيت تلاقى بها داها لواحد الكراج. هذاك الكراج فين تما حياة سناء غترون، سناء حياتها غترون من الاول للاخر ديالها. تخيلوا معايا سناء ان السيد شاد رجليه وجالس كيشف ليه على كرشه، جالس كيشف ليه على كرشه. هادشي كامل قالته الام ديالها، وقالوا حتى الناس اللي بداك المحيط اللي في ازمو. جالس شاد رجلو كيشف ليه على الكرش ديالها، وهي حامل، وهي حامل، هي حامل الاخوان. وتخيلوا معايا انسانه حامل وغيشف ليه على الكرش ديالها، وهي شوف سبحان الله على القوه، القوة القوة في ديك الساعة اللي عطاها سيد ربي، واحد القوة عطاها الله سبحانه وتعالى باش انها صبرات واستحملات. وكان شاد كان شاد كان شاد الزيج باغي يكبوا ليها على وجهها، وما عرفش شنو نسى وخرج وسد عليها. عرفتي واخا هي مضروبة ومألمة وبزاف الحوايج، ناضت وحلات الباب ديال الكراج وهربات لواحد العمارة وتخبات، هربات لواحد العمارة وتخبات. ومن الحسن الحظ انها ملي هربات العمارة وتخبات كانوا تما الناس تيبني، وكانت كان البني تمايا، البنايه لاحظوا شي حاجة ماشي هذيك. شابة سناء وهي كطل من ديك العمارة كتشوف داك القاتل داك الوحش انه كيقجا كيقلب عليها فينايا، كيسول الدراري الصغار، كيسول الناس، كيسول البنايه. ولكن الحمد لله انا دوك الناس اللي كانوا تمايا ما قدروش يقولوا ليه راه هي فينايا، لان حسوا كاينه شي حاجه. لذلك سناء كتخبى في الدروش وكتخبر الام ديالها. الله يحفظك. لذلك انها كتخبر الام ديالها، كتقول لها راه فلان بغى يقتلني، فلان دار ليا فعل ليا. عيطات الام ديالها، الام ديالها ملي سمعت داك الخبر ناضت، جات عند الازمور شداتها هبطاتها جديده داتها للمستشفى الاقليمي محمد الخامس. من بعد انا سناء سمحوا لي نسيت لكم واحد الحاجه، هي فاش كانت في الكراج هذه ما قلتهاش وحاجه مهمه، هي ملي كانت في الكراج ناض هو شد هذيك بوطه ديك الحمراء وضربها لي على راسها، لانه شاف داك الضرب وداك الشيء ما قدا ليها والو. ناض ضربها لي على راسها، سناء تألمات توعتات لواحد الدرجه كبيره صافي. لذلك ام سناء جابتها جديده داتها المستشفى الاقليمي محمد الخامس. كيتفاجئوا كيتفاجئوا بالام ديال داك الشاب اللي ام بدون ضمير، ام بدون رحمه ولا شفقه، انها كتقول ليها ما ديري ما ديكلاري ما ديري انا جايه غنصلح الامور. لذلك ام سناء حتى هي مع انها ما باغاش لبنتها شي حاجه خايبه، وما باغاش بنتها يعني تتاذى وشحال من حاجه، نوض كتصبر بنتها. بنتها حتى هي كتقول لها ماما عافاك ما ديري لها والو، رغم سناء سناء واحد الشابه حنينه بزاف. انا علاش كندوي لكم هكا؟ لان سناء كما غنقولوا بحال
كانت كتقرا معايا، ماشي في نفس القسم، في نفس ليكول، ولكن انا كنت كبر منها. انني كنت عارف ديك الدريه كيف دايره. سنة واحد الشابة حنينة، واحد الشابة ظريفة، واحد الشابة تحيدها من فمها وتعطيها ليك. ضحكتها ما كتفارقهاش. ولذلك ملي جات الأم ديال الدري اللي ضرب سناء، شدات جوج الورقات ديال الفلوس، يعني 8000 ريال. هي 8000 ريال. بذلك كتفاجأ أم سناء بديك الصدمة اللي فاش جات الأم ولاحت عليها الفلوس. صراحة إحساس خيب بواحد الدرجة كبيرة، لأن لو كانت هاد الإنسانة قالت لها غير الله يرحم بنتك، أو جات عندها نهار ماتت سناء، أو جات عندها نهار العزو، والو ما جاتش أو ما عيطاتش ولو قالت لها ولا كلمة. بذلك أن المرأة كتقول لهم وكتعنى، كتعنى بالنفوذ، كتقول أنا عندي، أنا عندي الفلوس، أنا عندي هذه، أنا عندي هذه. والإخوة والناس المشاهدين، هذه هضرة كنقولها لكم، أن هذا القصر العدالة بأكمله ما كايناش شي حاجة سميتها عندك الفلوس، كاينة شي حاجة سميتها القضاء، كاينة شي حاجة سميتها الحق، كاينة شي حاجة سميتها حكم نزيه. ان القاضي ملي كتدخل عندو كيعرفك مظلوم، حيت القاضي راه كيدير لك في الاستجواب ديالك، كيدير لك خبره ديالو، كيعرف شنو كاين، كيعرفك واش مظلوم ولا لا. لذلك كنتمنى من القضاء ديالنا النزيه انه يشد هذه القضيه بالمحور الاساسي ديالها، ويحاول يشوف من حال الاسره ديال سناء، لانهم ما عندهمش موعين اسره، هي اللي كانت معمر عليهم الدار، هي اللي كانت يعني كتفاجئها عليهم في الدار، كانوا كيتعاونوا كاملين باش انهم يقابلوا شغل الدار، شحال من حاجه، الاخ ديالها كتخدم، الام ديالها كتخدم، هي كانت هي كما غنقولوا هي الورده ديال ديك الدار على حسب الام ديالها اللي كتكون. لانها ملي مشات سناء مشات معاها الطيبوبه ديالها، مش تخيلوا عاد شحال ديال الناس حضروا في الجنازه ديال سناء، شحال ديال الناس حضروا في الجنازه ديال سناء، واحد الكم هائل باش عرفوا ان سناء عندها واحد المحبين، عندها محبين ديال سناء، عندها ناس كيحبوها، عندها يعني اصدقاء، عاد شي اصدقاء جاوا من النواحي، جاوا من كاين اللي جا من مدينه بعيده باش كيشوفوا هذا الشيء اللي وقع لسناء. هذا الشيء اللي وقع لسناء شكل شيء غريب. وكنتمنى من القضاء انه يكون نزيه في الحكم ديالو من جهة هذه القضية هذه، ويتخذ في الحق القاتل اقصى العقوبات ما يمكن، باش تكون عبرة لبزاف الناس. لاننا ولات دابا كثرات لواحد الدرجة كبيرة القتل، وكثر بزاف الحوايج. لذلك كنتمنى من الناس المشاهدين المتبعين قناة شوف تيفي انهم يحاولوا تكون هذه القضية عبرة لهم، وبذلك كنتمنى يكون يعني الحكم نزيه في حق هذا القاتل هذا. ونتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.